الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، والذي يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد. تكررت الحكاية دي مع المسيح مرتين ثلاثة. مرة من المرات مشيوا معاه وسمعوا تعاليمه وقولوا التلاميذ، قال له يا رب انت هتسيب الشعب ده يروح من غير ما ياكل؟ قال لهم اعطوهم ليأكلوا. وعمل المسيح معجزة الخمس خبزات والسمكتين، وبعدين ابتدت الناس تمشي وراه عشان تاكل، بس البعض منهم ابتدوا يمشوا وراه عشان الاحتياجات الجسدية. فقال لهم المسيح حاجة مهمة قوي، خدوا بالكم انتوا جايين ورايا ليه؟ لانكم اكلتم من الخبز وشبعتم، اعملوا لا للطعام البائد بل للباقي الذي للحياة الابدية. تنبيه صغير، ربنا بيقول لهم اعملوا لا للطعام البائد. البائد يعني الذي يبيد، حاجة بتبيد، انما في حاجة باقية اللي هي خبز الحياة النازل من السماء اللي هو جسد المسيح ودمه. مرة تانية لما اتكلم عن الجسد والدم وقدم نفسه للناس والعالم، الناس ما فهمتش الموضوع ده كويس، سابوه شوية منهم. فالتلاميذ استعجبوا، ايه يا رب اللي انت بتقوله ده؟ قال لهم لعلكم تريدون ايضا انتم ان تمضوا؟ اصل هدف ربنا معانا مش اكلنا وشربنا بس، وصدقوني هدفنا مع ربنا مش الاكل والشرب بس. سهل قوي على ربنا انه يعمل معجزات، سهل قوي، انما صعب انك انت تدخل ملكوت السماوات. الصعب انك انت تعتمد على هذا الاكل والشرب والمعجزة وتسيب نفسك وتضيع منك ملكوت السماوات. سهل قوي ان الناس مشوا ورا ربنا واشبعهم، سهل قوي انهم لما مشوا ورا ربنا وكان عندهم احتياجات جسدية من شفاء امراض ومن اخراج شياطين، اخرج وشفى امراض وقوم موتى. سهل قوي على ربنا الحكاية دي، انما الصعب علينا ان احنا نتقبل ربنا عشان تبتدي معانا الحياة الابدية. كل اللي او معظم اللي كانوا مع المسيح او جم للمسيح وعمل معاهم معجزات صرخوا في وجهه اسلوبه، لانهم كانوا عايزين احتياجات ارضية بس. انما اللي عايز احتياج السماء، اللي عايز الحياة الابدية ما بيسألش عن معجزة. اللي عايز الحياة الابدية يقول له يا رب معك لا اريد شيء على الارض، انا عايزك انت يا رب وكفى، تعمل معايا معجزة انا راضي، تديني انا راضي، لحكمة يا رب توقف عطيتك لفترة انا راضي، تقول لي استنى اقول حاضر. الكتاب بيقول عن زكريا والاصابات، كان كلاهما برين امام الله ولم يكن لهما نسل. طب وانت عملت معاهم يا رب؟ قال قلت لهم استنوا شوية لما يكمل ملء الزمان عشان اقدر اديكم، او لما الحين يبقى مواتي عشان يجي يوحنا المعمدان يهيئ طريق الرب. خلي عملك دايما انك تشكر، خلي كل كلمة تطلع منك كلمة الشكر عشان تقدر تبقى سكتك هي سكة ربنا اللي هو عايزها لك. الذي يؤمن بي لا يعطش الى الابد.
اباؤكم اكلوا المن في البرية وماتوا. طب يا رب ده ما خبز انت اديته من السماء. قال بس انا اديته لما تزمروا، لما جم لموسى وهارون قالوا له انت طلعتنا ليه من قدور اللحم في مصر، ما احنا كنا عايشين كويسين. رغم ان الكتاب كان بيسمي الاكل اللي كانوا بياكلوه هناك خبز المشقة، انما الانسان مش بيبص لكده، الانسان عايز الحاجة السهلة. كان عايز الحاجة السهلة، ياكل لحمة، خبز مشقة، مش مشكلة. انما مش باصص ربنا بيعمل معاه ايه. وابتدى ربنا ينزل من السماء، ها انا امطر لكم خبزا من السماء. يا رب الخبز ده الحاجة اسمها المن والسلوى. كان الشعب يلقط هذا المن، ممكن يطحنه وممكن يطبخه، وكان يتاكل. وكان المن ده بينزل الصبح بدري مع الندى، وكان بأمر ربنا لا يبقوا شيء منه، كان لازم يخلص لأنه لما بيطلع عليه الشمس يسيح. وكان طعمه حلو. كان يوم الجمعة يلقطوا للجمعة والسبت زي ما قال لهم في اليوم السادس. يعني عايز يقول لنا ان المن ده نزل يوم الحد. المن ده نزل يوم الحد. ليه؟ لانهم في اليوم السادس هيلقطوا يومين. يعني يوم السادس ياخد يوم السادس والسابع اللي هو الجمعة والسبت. يعني المن ده نزل يوم الاحد. وهذا هو اللي عايز يقول لنا ربنا عنه، انه المسيح الخبز الحي النازل من السماء قام من الاموات في يوم الاحد، واعطانا جسده ودمه علشان ناكله لمغفرة خطايانا. الذي يؤمن بي فلا يعطش الى الابد. صدقوني الحياة الابدية بتبتدي من هنا. الحياة الابدية والملكوت الابدي بيبتدي واحنا على الارض، لما تاخد جسد ربنا ودمه وتثبت فيه الى الابد. يبتدي معاك الملكوت من هنا، تبقى انت عايش هنا على الارض ومش عايش في الارض. تبقى عايش على الارض انما روحك في السماء فوق. يجي الكتاب يقول لك وصية، من له ثوب فليعطي، من له ثوبان فليعطي من ليس له. بعض الناس تقول الوصية صعبة، انما اللي عايش ملكوت السماوات على الارض يقول ويه يعني، وانا محتاجه في ايه؟ ما انا مش محتاج ده فوق، انا مش محتاج ده فوق. انا فوق اقعد مع ربنا وفي حاجات تانية هعملها، انا مش محتاج ده. يجي الكتاب يقول احب اعدائك، اللي بعيد عن جسد ربنا ودمه، اللي ما بدتش معاه ملكوت السماوات من هنا، يقول ازاي الكلام ده؟ احبه ازاي؟ ده شتمني. ناس ان ملكوت الله بتبتدي من هنا. ولما يبتدي يتعامل مع ربنا ويثبت في الكرمة ويحس ان ملكوت بادية من هنا، يقول ويه يعني، ما انا احب وانا هخسر ايه؟ اصلا انا عايش في الدنيا مش عشان الدنيا، ده انا عايش في الدنيا عشان ملكوت الله اللي هي داخلي، اللي هي ابتدت هنا انا عايش لها. مش هتفرق معايا ان انا احب او اكره، واكره ليه يبقى احب؟ احب لان الله محبة. صدقوني صدقوني، هذا الجسد وهذا الدم هم اللي بيخلونا ننفذ وصية ربنا بالحق، هم اللي بيسهلوا علينا حاجات كتير قوي، هم اللي بيخلونا بنشعر بعدم قيمة هذه الحياة، لان لينا حياة افضل فوق ابتدت هنا. وهي دي الحياة اللي عاشها القديسين. وهو ايه الفرق بين القديس اللي انتقل والقديس اللي عايش على الارض؟ ولا حاجة. القديس اللي انتقل اتحرر من الجسد بس،
والقديس اللي عايش على الارض لسه بس في الجسد، انما الاثنين عايشين ملكوت الله على الارض. علشان كده مش محتاجين حاجة من الارض، يحيم الى الابد. اصله داه ايد ربنا، داه جسد ودمه وسبته فيه. هذا هو ملكوت السماوات اللي ربنا معدهولنا. كان المن في القديم بيسقط من السماء، والمسيح نزل من السماء لانه قال لنا كده: ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. اللي هنا هو اللي فوق، هو اللي يقدر يطلع وينزل. ايه الجديد في كده؟ مفيش جديد في كده. اتنين، الشعب ما يعرفش حكاية المن دي، عشان كده في الخروج 16 بيقول ايه: فلما رأوا بنو اسرائيل المن، قال بعضهم لبعض: من هو؟ من هو؟ لهم لم يعرفوا ما هو. تفتكروا زمان المسيح وقف في الهيكل يشرح وعلم، الناس استعجبت: مين ده؟ اللي ما يعرفش ربنا قال مين؟ مش ده ابن الراجل بتاع النجار؟ مش هو ده؟ مش هو ابن النجار ده؟ الكتب والفريسيين كانوا بيسألوا: بأي سلطان يفعل هذا؟ أصلهم لسه ما احتكوش بربنا. برضو في القديم سألوا: ايه هو من هو؟ ايه هو المن ده؟ وكل واحد ما يعرفش ربنا بيسأل السؤال ده: ده مين؟ اللي ما تعاملش مع ربنا بيسأل: هو مين ده؟ نيجي الكنيسة، احنا جايين عشان نيجي الكنيسة بس، اصلا انا مش حاسس بوجود ربنا في حياتي. اصلي انا مش حاسس، فاتر، مفيش علاقة قوية بينه وبين ربنا، لسه المشاعر كلها ما توجهتش ليك يا رب. عشان كده احنا لسه مش عارفينك كويس. من هو؟ نسأل ده مين؟ مش عارفين، مش عارفين لسه، لان احنا تايهين. العالم بيورينا شكل ويحجز علينا شكل وبلعبنا واحنا مصدقينه. انما لو حاسين ان ملكوت الله بدت من هنا، ما يهمناش حاجة ابدا في العالم. حاجة تانية، يقول المن كان يسقط بين خيام بني اسرائيل. طب ما المسيح جه لغاية عندنا، المن كان بيسقط عند خيام بني اسرائيل. كل اللي بيعملوه ايه؟ بيطلعوا لقطوه بس قبل ما يسيح. طب ما المسيح جاي لك لغاية عندك، طلبته، قلت له محتاجك يا رب، قلت له يا رب انا ما اقدرش اعيش من غيرك، قلت له يا رب معك لا اريد شيء على الارض. ما هو جنبك، هو جنبك، جنب الخيمة بتاعتك، انا واقف على الباب واقرع. عطية سمائية مجانية، ليه مش عايزين ناخدها؟ اللي مش بيتناول بقاله فترة طويلة، ليه مش عايز ياخد العطية دي؟ لما ربنا يجي لغاية عنده بيقول له: لا، ليه؟ اصلا انا زعلان مع فلان، مش ممكن اسامحه. ليه؟ ليه؟ ده ملكوت الله بدت من هنا، ابتدي معاها، ابتدي معاها عشان تعرف السكة، وإلا هنيجي في الآخر مش عارفين الطريق. ربنا أرسل المن لبني إسرائيل بعد ما تزمروا، قالوا لموسى وهارون: إيه اللي أنتوا عملتوه فينا ده؟ أنتوا جايبيننا هنا تموتونا؟ وكان المن علامة محبة من الله لبني إسرائيل. أمال لما ربنا يجي لك لغاية عندك، بعد ما سمع أنيننا نزل ليخلصنا، نزل ليخلصنا وأخذ شكل العبد وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي، خذوا اشربوا، هذا هو دمي. ربنا عايزك، بقدم كل حاجة جميلة ليك، بقدم كل حاجة جميلة عشان عايزك تبقى ابنه. كان وصية ربنا ليهم يلتقطوا هذا المن في الصباح. يا ريت تستمر علاقتك بربنا من اول كل يوم، يا ريت، يا ريت تبتدي العلاقة مع ربنا اليوم الاوله وتنتهي بيه
عشان حتى وانت نايم حاسس بوجود ربنا في حياتك وتصحى السلسلة تاني تبتدي بربنا وهكذا. ده داود النبي العظيم كان كل يوم يسبح ربنا طول اليوم حسب ما قال لنا: اما انا فصلاة، واما انا وبيتي فنعبد الرب، وبالليل اعوم سريري بدموعي، وفي اوقات الاسحار كنت ارتل لك. ويصحى بدري يقول: يا الله اليك عطشت نفسي. انت لحقت يا داود تعطش نفسك؟ انت كنت فين؟ ده انت طول اليوم صلاة، انت عطشت. هو ده اللي بيحب ربنا، لو عينه غفلت عنه وحس انه محتاج له. انما الانسان اللي لسه ما دقش ربنا مش حاسس بطعم ربنا في حياته. كان بني اسرائيل يبكرهم لالتقاط هذا المن. يا ريت يبقى لك تبكير في ربنا، يا ريت يبقى لي تبكير في حياتي عشان اطلب ربنا اولا. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، هو ده اللي عايزه منك ربنا. اطلب عشان كل شيء يزاد لك، مش هيحرمك من حاجة ابدا، مش هيسيبك محتاج حاجة ومش هيديها لك. بس اطلب الاول لحياتك اللي لا تنتهي ملكوت الله وبره. كانوا بيقولوا عن من انه حلو طعمه زي العسل. يا سلام لو دقت ربنا احلى من العسل وقطر الشهاد. يا سلام لو تعاملت مع ربنا بجد، لو حسيت مرة انك انت جيت عشان تشكره حتى على طلب ما تحققش ليك، تقول انا بشكرك يا رب، انا بشكرك لانك انا حاسس ان مشيئتك لاجل منفعتي ما ادتنيش الحاجة دي. اوعى تحب ربنا عشان طلبات المادة، اوعى تحب ربنا عشان يديلك حياة زيادة في الارض تتنعم فيها ابدا. حب ربنا عشان الحياة اللي جاية، الحياة الافضل. حب ربنا عشان تاخد جسده ودمه ايضا باستحقاق. حاجة تانية بقول ان الشعب اتذمر على المن وهم بياكلوه محتقرينه، واتبطروا عليه عشان كده ضربهم الرب ضربة عظيمة، ده في عدد 11. خدوا بالكم، كل من يأكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرم في جسد الرب. محتاجين ندقق زي ما قال لنا بولس الرسول: اسلكوا بتدقيق. عايزين ندور على التدقيق ده في حياتنا. عايز احس ان انا كل شوية باجي لابونا واقدم توبة واعتراف عشان اخد جسد الرب ودمه وانا مستحقه. اللي بيتناول من غير اعتراف ده ما ينفعش، ما ينفعش، لانه في حاجة ناقصة عنده. لازم ياخد الحل، لازم يبقى عنده هذا الاستحقاق عشان يجي ياخد جسد ربنا ودمه. علشان كده بولس الرسول بيقول لنا ايه: من اجل هذا فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. عايزين نحس ان احنا محتاجين ربنا. عايز احس ان انا باخد ربنا وانا بستحقه. مش عايز احس ان جسد ربنا ودمه بقى عادة عندي، كل شوية داخل اتناول وانا بعيد عنه تماما. لازم افتش داخلي وافتش ذاتي عشان اكون مستحق هذا الجسد وهذا الدم. كان المن بينزل لكل الناس، كل شعب بني اسرائيل، الفقراء والاغنياء منهم ايضا. والمسيح جه للكل، بالعكس ده خص الخطاه اولا. يجي واحد يقول: يا ابونا هو ربنا هيقبلني بعد كل اللي عملته؟ طبعا. ده ربنا جاي بيقول: لم اتي لادعو ابرار بل خطاه للتوبه. ده انا الاول جاي عشان المرضى اللي هم الخطاه، جاي اشفيهم واخففهم عشان يبقوا زي اخواتهم التانيين ويكون الكل رعية واحدة لراع واحد. اجمل حاجة في الجسد والدم انه اكل الغرباء، اكل الغرباء، ودي اجمل حاجة. لما بني اسرائيل كانوا قاعدين
بياكلوا من المن والسلوى دول، وبعدين ابتدوا يخشوا ارض الموعد، ربنا وقف عنهم المن، ما نزل لهمش من. وهذا هو اكل الغرباء. يوم ما تحس يوم من الايام انك غريب في الارض ديت، تبقى محتاج ربنا معاك، محتاج ربنا يشبعك. لو حسيت انك انت من الارض دي ومش غريب عنها، مش هتطلب جسد ربنا ودمه ابدا ابدا. اكل الغرباء، طول ما انا غريب يا رب عن الارض محتاج لك، طول ما انا غريب يا رب وضيف هنا محتاج ان اتعلق بيك، اكل جسدك ودمك. انما يوم ما احس ان انا من الارض هنا، اقول له لا يا رب انت ما تلزمنيش، اصل انا ليا اكل تاني من العالم. اكل الغرباء، طعام الغرباء، هذا الجسد وهذا الدم هو طعام الغرباء. واحنا غرباء من هنا، احنا مش عايشين، احنا عايشين في العالم، انما زي ما قال قداسة البابا لا يعيش العالم فينا. احنا مش عايشين في العالم، احنا عايشين في العالم، انما لا يعيش العالم داخلنا بشهوته وحاجاته اللي احنا ما توصلش لربنا. احنا غرباء، عشان كده محتاجين جسد ربنا ودمه. صدقوني، من التكوين في الكتاب المقدس لغاية سفر الرؤيا، وكل هدف ربنا الافخارستية ديت، كل هدف ربنا الافخارستية. قال لنا في البداية شجرة الحياة وسط الجنة، وفي تاني شجرة اسمها شجرة معرفة الخير والشر. ابتدى الانسان يسيب شجرة الحياة التي يأكل منها يحيا الى الابد، وراح للشجرة التانية، لان الانسان بطبعه ضعيف. كل عشان تصير مثل الله، طب ما تاكل التانية عشان تحيا الى الابد، انهي فيهم. وابتدت الرحلة. الاول سفر التاني في سفر التكوين، الاول والتاني بيتكلم عن شجرة الحياة. ونيجي في اخر سفر في كتاب المقدس اللي هو سفر الرؤيا، سفر المنتصرين، بيتكلم ايضا عن شجرة الحياة والنصرة اللي عملتها شجرة الحياة. وما بين هذا وذاك سر الافخارستية شغال فينا، ربنا بيعدنا عشان هذا السر، عشان تبتدي ملكوت الله معنا هنا على الارض. ربنا يعطينا ان احنا ناكل جسد ودم باستحقاق. ربنا يعطينا الحس الروحي ان احنا نشعر ان ملكوت السماوات بدت معانا من هنا، عشان نتخلى عن كل العالم وننفذ الوصية، ونقول له يا رب وصيتك ليست ثقيلة علينا. له كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد، آمين.